هلا والله، موجود وين؟ عند الأمين. طلع الأمين هذا يا جماعة من جماعة اللي بيغيبش ما بيغيبش أونطة، يغيب عشان يفنن ويخطط ويجيب إلينا عروض قوية. شهر رمضان وعلى الأبواب، وما شاء الله تبارك الله. هالمرة كلموني قالوا تعال عندنا عرض، قلت لهم قوي، قالوا ترند. هالعروض راح تبدأ من اليوم إلين تاريخ 1 أبريل، كل اللي تشوفونه هذا عليه عرض، وعرض مرة قوي. هالبروشور هذا كله عروض، ونبدأ عرضنا بهالباكجين. باكج الطعام، صندوق الطعام، وهذا عندكم صندوق النظافة، ينفع إلى البيت، ينفع إلى الإهداء، ينفع تقدمه كسلة رمضانية مرة حلو. خلينا نشوف محتوياته ونشوف سعره كم. صندوق الطعام كل الأشياء هذه نحتاجها حق شهر رمضان. 22 منتج من 192 إلى 169 ريال. بحط لكم بوست بعد شوي في كل الأشياء هذه. يحتوي على إيش؟ يحتوي على كاسات بلاستيك، عندكم الورق حق الطهي حق الخبز، النايلون، القصدير حق الشوربة، صحون البلاستيك، صحون ألمنيوم، ملاعق بلاستيك، كل الأشياء هذه، مزازات، كل الأشياء هذه نحتاجها بشهر رمضان. وهذا لما تطلبونه عن طريق الأونلاين يوصلكم إلى عند باب البيت مجانا. الباكج الثاني صندوق النظافة، وشوفوا قوة التوفير من 234 ل 199 ريال، وكل الأشياء هذه استهلاكية نحتاجها. تجيكم مثل الكراتين هذه مقفلة، مثل ما قلت لكم، للبيت للإهداء، فكرة مرة مرة رائعة. عندكم هنا الفيري، عندكم حق الأفران، المطهر، الكلوريكس، عندكم غسيل الأيدي، المطهر، الكلينكس، المكسي، عندكم هنا المناشف، أكياس حق القمامة الله يكرمكم، قفازات السميكة، كل هذا يا جماعة ب 199 ريال، صدق أو لا تصدق. قفازات ومقاسات متعددة، سميكة يا جماعة، وأقوى عرض من 15 ريال إلين 10 ريال ونص. الأكثر مبيعا عندهم 300 متر، بكم الرولة هذه؟ 9 ريال ونص. حبيت تاخذ كرتون، شوفوا يا جماعة، من 63 إلين 53 ريال. مناديل حق الطاولة شهر رمضان وعلى الأبواب، والكرتون من 68 إلين 58 ريال. مشوار هذا الطبقتين طبعا من 68 إلى 58 ريال، والكمية خير من الله. في منه طبعا اللي يجي طبقة من 63 إلى 55 ريال، وهذا عرض مميز على الكلينكس من 20 ريال إلى 17 ريال و75 هللة. سلام، هذه أنا كنت أبحث عنها، القوارير حق العصير شهر رمضان، ضبط أحلى كوكتيل وأحلى عصائر، جهز وحط في الثلاجة. 24 قارورة يا جماعة من 17 ريال إلى 12 ريال ونص، هي مع الغطيان، وهذه 300 ملي 20 ريال إلين 15 ريال، وعندكم هنا الحجم أكبر 28. على الأمين بدون عروض، هو أساساً أسعاره جداً مناسبة، التايب 9 كيلو من 66 ل 61 ريال. عاد هذه الشغلات في شهر رمضان تطير. الألمنيوم من 42 ل 75 ل 37 ونص، عندكم هنا الألمنيوم اللي هو القصدير، وعندكم هنا النايلون، شوفوا العروض يا جماعة، 28 ونص ب 22 ونص. تعال حبيبي هنا وطب وتخير. صحون البلاستيك واستهلاك ما شاء الله في شهر رمضان، شوفوا يا جماعة، مقاس رقم 1 بكم؟ 3 ريال ونص، وهذا مقاس رقم 2 بكم؟ 5 ريال و75 هللة. المقسم حق الفطاير والمقبلات الحركات ب 12 ريال، وهذا اللي أصغر منه بكم؟ ب 9 ريال. وهذه أكياس الودمة مقاس 4 و6 و8 و10 من 3 ريال ونص إلى ريال و95 هللة، توفير. كل العروض اللي صورناها تلقونها موجودة بمتجرهم الإلكتروني وموجودة بالتطبيق. طبعا التطبيق موجود على الاندرويد وموجود على الاي او اس، فقط اكتب الامين وحمل. ومثل ما قلت لكم، طلبات اكثر من 149 ريال التوصيل مجانا. موجود الامين ابد ما يضيع، بحي المستودعات المجيدية جنب طالب للمواد الغذائية، شارع القدس فيه ماكس، خلف ماكس فيه مستودع، الامين خلف المستودع، واضح صح؟